ولكن الهدف الخفي هو توريط الصين مع المحيط ديالها في نفس اللعبة ديال الهلكني الهلكت للإنهاك للاستنزاف إلى غير ذلك. وكذلك باقي شعوب الأرض أن ما طرحش الأسئلة الحقيقية لهذه الأسئلة الكبيرة، واش حنا زايد العالم زايد القدام ولا زايد اللور، هذه الأسئلة الكبيرة. ما حقيقة ديك الأوبئة وداك الشيء اللي كيتصنع في المختبرات؟ ما حقيقة ديك الحروب الجرثومية؟ ما يعني بزاف ديال الأسئلة اللي هي مطروحة. الأهداف اللي كيوصلوا لها المنظمات والأطراف القوية والمسيطرة، الأهداف اللي كيوصلوا لها بواسطة التهديد بالحرب أو التلويح بالحرب، تفوق وبكثير من الأهداف اللي تتحقق بالحرب. يعني جاء الوقت أن الإنسان يعيد النظر ديك المسلمات اللي عنده، وهذه الدولة ضد هذه وهذه ضد هذه وهذه ضد هذه وهذا ما كيتحملش مع هذا وهذا، الرؤساء عابرين ولكن كاين فئات مستمرة. السلاح اللي عندها هو رؤوس الأموال الفلوس والذهب ومسائل أخرى تتوارثها، هذوك هي اللي كتكون دائمة. وظاهريا كيبان لينا حنا هذا التعدد وهذا الخرائط وشي كينقص على شي وشي ضد شي. بسم الله الرحمن الرحيم، الإخوان والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو غادي نتكلموا على هذا الشيء اللي قاعدة كديروا الولايات المتحدة الأمريكية والصين بخصوص تايوان. احنا شفنا بأنه العالم كله الأيام القليلة الماضية شفنا بأنه العالم كله الأنفاس ديالو تقبطات تجاه هذا الشيء، واش غادي تكون الحرب واش ما تكونش الحرب، واش غادي تكون المواجهة واش ما غاديش تكون المواجهة. البداية بدات مع نانسي بيلوسي. نانسي بيلوسي رئيسة البرلمان الأمريكي قالت أنا غادي نمشي لتايوان. الصين قالت لها لا ما غاديش تمشي، غادا تمشي لا ما غاداش تمشي، الا مشيتي غادي نضربوك ما نضربوك الى غير ذلك. العالم كله قال ربما وقيلا راه في هذه النقطه هذه هادو غادي يتواجهوا يفكوا هذا المشكل. المشكل الاصلي هو اللي سائد الان بانه الصين هي العدو الاكبر رقم واحد للولايات المتحده الامريكيه باعتبارها هي الوحيده اللي بغات تخرج من النظام العالمي. واش غادا تكون مواجهه ولا ما غاداش تكون، هذا هو السؤال الاول. ثانيا إذا ما كانتش المواجهة شنو الأهداف اللي كاين مور هذا الشيء؟ حنا كلنا كنلاحظوا بأنه كاين أيادي خفية وكاين أمور غريبة كتوقع في العالم وما خضع حتى لشي المنطق وما خضع شي، والدليل بأنه كاين أيادي خفية وهو أن هذا الشيء اللي كيوقع في العالم بأنه حتى شي واحد ما توقعه. وملي تشوف بأنه المراكز الدراسات والعالم كله اللي كان كيفتخر وكيمجد العقل وكيحكم على المستقبل عام عامين ثلاثة عشرة عشرين ما عمره توقع هاد الأحداث اللي كتوقع دابا، هنا كيكون واحد الدليل بأنه كاين أيادي خفية كتحرف المجرى ديال الأحداث. في الوقت اللي العالم كله دوز سنتين ديال الجائحة والعالم كله تنهك والعالم كله تهلك والعالم كله كان كينتظر تقاضي هاد الجائحة باش يعرفوا الرواية ديال داك الفيروس منين جا وكيفاش جا وعلاش وشنا هو الأهداف دياله، في داك الوقت فجأة كتفتح الأبواب ديال مواجهة ما بين روسيا وما بين أوكرانيا. من موراها كنشوفوا كيفاش أوروبا شدتها الولايات المتحدة الأمريكية بالقوة اللي ما بيناش بالإكراه وورطتها في المواجهة ديال النصف الكرة الأرضية. مباشرة موراها غادي نشوفوا التوتر كيطلع مع ضد الصين. واش حنا قدام أحداث حقيقية أو لأحداث مفتعلة؟ واش حنا قدام منطق أو لقدام تصرفات ديال الأيادي الخفية؟ لعبوا في العقول ديال العالم منذ عقود وعقود وصوروا لهم القضية ديال الحرب، في حين أنه الحرب ربما هي آخر ما يقع وقد لا تقع الحرب.
الأهداف اللي كيوصلوا لها المنظمات والأطراف القوية والمسيطرة، الأهداف اللي كيوصلوا لها بواسطة التهديد بالحرب أو التلويح بالحرب، تفوق بكثير من الأهداف اللي تتحقق بالحرب. العقل البشري تدرب على أنه الحرب هي وسيلة ديال حسم المعارك، ووسيلة ديال أن واحد كينتصر والآخر كينهزم، ووسيلة ديال الحسم الإرادات، كيكونوا أطراف يعني متقاربة كتصارع كيلجؤوا للحرب باش كيفكوا المشكل. هذا الشيء خلال القرن الماضي راه كله ما كانش. إلا بغينا نقولوا الحروب كانت كلها مفتعلة ومتحكم فيها، وكانوا قوى متحالفة كيبان لنا بأنها متقاربة وهي في الحقيقة غير متقاربة. نقدر نقول لكم بأنه هذا الصراع اللي كان ما بين روسيا وأوكرانيا، اللي تطور ما بين روسيا وأوروبا، نقدر نقول لكم بأنه راه نفس السيناريو كاين حاليا في الصين. المواجهة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا ما عمرها كانت وما عمرها غدا تكون، ولكن الوظائف اللي خدامة بها هذه المواجهة اللي كاينة حاليا والخدمات والربح الأكبر من طرف الناس المسيطرين، حسن لهم أنهم باش يحسموا المعارك. كذلك مع الصين، لأنه الحروب هي وسيلة للسيطرة، الحروب ماشي هي أهداف. حاليا ما تحققه الجهات المسيطرة في العالم بواسطة هذا الجو المشحون يفوق بكثير أنك تدخل الصين ولا تدقدقها ولا تخربها ولا تخليها قاعا صفصفا. ومنساوش تنبؤات أو التسريبات اللي من شحال هذه كانت كتقول بأن رؤوس الأموال الكبرى فيها الماسونية فيها كذا فيها كذا بأنها بدأت كتنتقل للصين. هذه التسريبات راها تمت منذ سنوات، فكيفاش حنا يمكن لنا نصدقوا بأنه راه غادي يوقع تدمير أو تحطيم أو إلى غير ذلك بالنسبة للصين؟ هذا الشيء اللي وقع خلال الساعات القليلة الماضية والأيام القليلة الماضية يمكن لنا نصنفوه في باب الخداع، بحيث أنه كان وهموا العالم كله بأنه العالم على شفا حرب مصيرية، في الأخر ما كيكون حتى شي حرب. ونذكروا الأيام مثلا في شهر مارس كيفاش كانت الأجواء في أوروبا، فإذا به الأمور كتصرف لواحد جهة أخرى. يعني الهدف الحقيقي اللي كان من مور تحديد العدو في الورة كان تحدد العدو هو بوتين، تحرف هذاك الهدف الحقيقي وتحور بطريقة أو بأخرى، والأرباح ديالو الخيالية كلها كتصب في فئة المسيطرة. الهدف اللي كان علني هو أنه بوتين يهدد وكذا وكذا وكذا، هذا الهدف المعلن عنه، ولكن الهدف الخفي هو هادشي اللي كنشوفه حاليا. أوروبا كلها كتعصر، الاقتصاديات ديالها كلها كتعصر، الشعوب ديالها كلها كتعصر، أوروبا نهكات روسيا، روسيا قاعدة كتنهك أوروبا، الشعوب ما قادرات تتحكم، البرلمانات تقريبا شبه معطلة، المؤسسات الحكومية تقريبا شبه معطلة، المنتظم الدولي ما بقى كيقفل والو، داك السلم وداك الشرعية الدولية وداك الشيء ما بقى والو، ولات القوة بوحدها كتحكم. نصف الكرة الأرضية الآن يقاد وبصمت وبسلام، والأهداف الحقيقية اللي مورها هذا الجو هي كتحقق. شنو هي الأهداف الحقيقية؟ هي مزيد من السيطرة على الدول والأمم والشعوب، والمزيد ديال الحالة الصحية والشركة الأدوية والفيروسات وكذا وكذا والمليار الذهبي إلى غير ذلك. هذيك الأهداف هي قاعدة كتحقق، وفي نفس الوقت الدول الأوروبية كتغرق في الديون، لأن الولايات المتحدة الأمريكية ركبت لها صحة الأسلحة، وزيدوا عليها الغرق اللي غرقت أوروبا في الديون في الفترة ديال كورونا، وزيدوا عليها الديون اللي كانت باش تبنت أوروبا في مخطط ماريشال اللي كان من بعد الحرب العالمية الثانية. إذن هنا راه إغراق من مراه إغراق من مراه إغراق، وهي قضية خدامة. قال شكل لأنه كان العدو اللي هو بوتين. النصف اللعبة هو خدام، دابا خدام مع من؟ خدام مع الصين. يعني كذا الجو مكتئب زيد مزيد إلى غير ذلك. الدول المحيطة بالصين قاعدة كلها كتعمر بالقواعد العسكرية الأمريكية، وكلها قاعدة كتعمر يعني كيبيعوا لها الأسلحة، وغرق بالديون بالديون بالديون. في الاخر عاوتاني ديك الدول المحيطه غادي تقابل الصين، والصين تقابل ديك الدول الاخرى، ونفس الوسائل. شنو هو الاهداف ديال المسيطرين؟ الاهداف قاعده كتحقق. شنو هو اضعاف الدول
والإغراق ديالها بالديون والإغراق ديالها بالقروض والإلهاء الشعوب ديالها. الديمقراطية ما بقاتش خدامة في العالم كله. احنا كنشوفوا فين داكشي حقوق الإنسان وفين داكشي الإرادة العامة للشعوب وفين وفين وفين. يعني شفنا بأنه تقريبا الكرة الأرضية كل الخريطة ديال الكرة الأرضية شفنا بأنها تدار بواحد الطريقة ذكية. شنو هو؟ وهو هو اصطناع الأزمات ما بين الدول، وهو إعلان الحروب والتهديد بالحروب ونشر الرعب من الحروب، وبالحروب قاعد نكبروا هذا الشيء اللي قاعد كيوقع دابا في العالم الغذائي، وبواسطة الحروب قاعد نكبروا هذه المشاكل ديال الارتفاع الأسعار، التضخم في العالم، الخراب العديد من الاقتصاديات، وبالسبب ديال الحروب شوف شحال الأنظمة قاعدة كطير، وبالسبب ديال هذه الحروب قاعدة الولايات المتحدة الأمريكية كتحقق الأهداف ديالها، وبالسبب الحروب قاعدة كتحقق ديك الأهداف اللي كنا سمعنا عليها في 1770 ميلاد المسيرين والمسيطرين الحقيقيين. وكان ملي كيجي شي واحد وكيقول لك اودي بانه راه هادشي اللي ظاهر على وجه التاريخ خصوصا 300 سنه الاخيره بانه راه كاينه مسائل سريه وكاينه مسائل خفيه، كنقول له انت مبلي بنظريه المؤامره. وملي كيجي شي واحد كيقول لك بانه راه كاينه منظمات سريه وبانها الوسائل باش كتوصل هي خلق الازمات وافتعال الازمات وخلق الحروب وخلق الاوبئه وخلق 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 وخلق، كقالاش كينقول لك بانه انت ظلامي او انت ما كتفهمش او انت متامر او انت مهووس. نفس ديك الاهداف اللي كنا سمعنا بانها تخلقات قبل 300 عام ها هي قاعدين كنشوفوها. المليار الذهبي غادي كيجري ولي خدام، وحنا كنتوقعوا بانه باش تحقق داك المليار الذهبي كنتوقعوا بانهم غادي يجيبوا الطيار وغادي تحرق الكره الارضيه وغادي ينقصوا من بنادم. كان 8 المليار غادي يشيط غير مليار، لا، كاينه اهداف خفيه وكاينه طرق ذكيه حنا خدامين فيها. دابا الانسان غير بالطرق ديال الخداع اللي خدام فيها العالم، تنزل له مثلا نمط غذائي في شكل اللي هو صحي، وتنزل له نمط الغذائي هذا اللي قاعد خدام دابا هذا اللي خدام فيه ديال اسميتو كيمشي كيجري بحجه ان الاخر عنده علاقه بالحضاره وداك الاخر فيه العلم وفيه نسبه الكوليسترول ونسبه كذا ونسبه كذا ونسبه كذا ونسبه كذا. والناس قاعدين كيحضروا كيقول لك الغذاء والنمط الغذاء والمكونات الغذائيه والمصبرات وزيد 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 بان هذيك راها وسائل راها تدار بواحد الطريقه معينه ولاهداف معينه. ويوم يغورتوا الناس كيقول لك اودي النمط الغذائي خاص يرجع عليه الانسان داك النمط الغذائي الاصلي التقليدي ياكل من داكشي. هذا غير كمثال، هذا غير كمثال. يعني الشعوب تقاد الى الاهداف ديال المسيطرين بطريقه ساكته وهي كتخسر داكشي. دابا حنا كنشوفوا مثلا الانسان كيقول لك مثلا الشعوب الاوروبيه متحضره وخصنا نتبعوا المنوال ديالها وبان خصنا نقلدوا كذا كذا كذا، اي عندها امور مزيانه، ولكن ما نساوش عاوتاني لافاس الثاني وهو انه راه ما تما حضاره. علاش؟ الا كانت البرلمانات غادي تعطل والدول كلها تمشي وراء انهم يتشغلوا بمواجهه مع روسيا رغم ان فيه ضد، فاش كيتسمى هذا؟ اش كيتسمى هذا؟ الا سولتوا الشعوب الاوروبيه كامله واش تختاروا الحياه السعيده او لا تورطوا في صراع مثلا مع روسيا اللي غادي ينعكس عليكم في ارتفاع الاسعار ونقص التغذيه والغرق في الديون وقله الطاقه؟ طبعا غادي يختاروا، غايقول لك سيدي حنا هاد روسيا ما عندنا معها حتى شي عيب باش ورطنا في هذا الشيء. ولكن احنا كنشوفوا كيفاش الشعوب تدار، كيفاش كيتعاملوا مع البشريه. كنظن وقيله الرموز اللي كنعطي كتعطي ان الانسان يفكر بواحد الطريقه اخرى، وحنا كنتوهموا بانه متبع الحضاره ومتبع التنوير ومتبع 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 ومتبع. يعني ظاهريا كيبان لنا بانه مجتمعات غادا نحو الرقي، ولكن ملي كنتاملوا مزيان كنلقاو بانه البشريه غادا متراجع اللور متراجع اللور متراجع اللور ومجبره على اختيار امور هي في غير صالحها. المشكل فين كاين؟ المشكل انهم لعبوا على الادراك ديال الشعوب كامله، الشعوب ولات الادراك ديالها لعبوا فيه، ولات كتختار شي امور، وحتى الانسان على الصعيد الفردي ولا كيختار امور ماشي في الصالح ديالو وهو فرحان وهو يعتقد بانه حر وهو يعتقد بانه يختار الاحسن.
نرجعوا الموضوع ديالنا، هادشي اللي خدام دابا بين الصين وتايوان وهاد الاستفزاز وهاد وهاد وهاد. لكوك الولايات المتحدة الأمريكية القلب ديالها بصح على الصين، كان على الأقل توفي بهذا القلب اللي عندها رطب تجاه أوكرانيا. علاش النهار اللي بغى يدخل روسيا لأوكرانيا ديك الساعة الأمريكان ضربتها بسكتة، ولكن ملي توغلت روسيا إلى غير ذلك ديك الساعة عاد ولا القلب ديالها على أوكرانيا، ديك الساعة عاد ولا وجمعت أوروبا كاملة. وها احنا كنشوفوا دابا شد ليا نقطع عليك، ما بين أوروبا ما بين روسيا، هذا هلك هذا ولا خمزير على هذا، وهذا خانق هذا، هذا كيضعف هذا، هذا كيستنزف هذا، والجميع كيهود. راه نفس السيناريو هو اللي دابا غادي يكون ما بين الصين وما بين الدول المحيطة بها. والجزيرة ديال تايوان راه عفوا، ودائما الجزيره ديال تايوان غادي تكون هذيك غير سبب نزول المخططات. شنو هي المخططات السريه؟ خلينا من العلانيه، راه يستحيل ديما كنقولها، يستحيل على المسيطرين على العالم باش يعطيو في الاخبار وفي القنوات وفي البارابول وفي الميديا وفي الاعلام يعطيو الحقيقه ديال هذا العالم كيفاش كيفاش غادي، ويستحيل يقولوا له شنو هما الاهداف الحقيقيه. دائما الهدف كيكون اهداف علنيه، وتحت منها كتكون اهداف سريه. الهدف اللي كان علني ما بين اوروبا وما بين روسيا هو مواجهه الخطر الروسي، هذا هو الهدف اللي كان علني. الهدف الخفي هو توريط جميع في الهاك، هلكني لهلكك وكل شيء تهلك وكل شيء هود الارض. كذلك الان الهدف العلني شنو هو؟ هو انه تايوان ما توليش تابعه للصين، وبانه حنايا مع تايوان، وبانه مع كذا ومع هذا الهدف العلني. ولكن الهدف الخفي هو توريط الصين مع المحيط ديالها في نفس اللعبه ديال هلكني لهلكك، الانهاك، الاستنزاف الى غير ذلك. وكذلك باقي شعوب الارض ان ما تطرحش الاسئله الحقيقيه، هذا هو الهدف. الأسئلة الحقيقية، منين جا داك فيروس كورونا؟ شكون دارو؟ شكون صايبو؟ هذا هو الأسئلة الكبيرة. لهذا الأسئلة الكبيرة، واش حنا زايد العالم زايد القدام ولا زايد اللور؟ هذه الأسئلة الكبيرة. ما حقيقة ديك الأوبئة وداك الشيء اللي كيتصنع في المختبرات؟ ما حقيقة ديك الحروب الجرثومية؟ ما يعني بزاف ديال الأسئلة اللي هي مطروحة. هنا كنشوفوا بأنه العالم كيتعرض للخديعة، كيتعرض لواحد التضليل إعلامي، كيتعرض لواحد الحرب إعلامية. وهاد الحرب هذه تزداد يوما عن يوم. والخطير في الامر ان المواقف ديال الامم والمواقف ديال الشعوب كتماشى. علاش؟ لان هاد الناس خدموا. انا قلت لكم راه 300 سنه باش هادشي اللي خدام دابا باش كان تفضح، 300 سنه باش هادشي كان تفضح. وملي تفضح كنشوفوا تعالج بواحد الطرق. في البدايه كان الاكراه، كان القتل، كان بزاف ديال الطرق. من بعد ما ظهرت الثوره ديال الاعلاميات ولا المعالجه المغيره، وهو الاغراق بالقاف، إغراق الساحة الإعلامية والتواصل الاجتماعي، برامج وفيديوهات وكذا وكذا وكذا، كتتكلم على هذه وتتكلم على الموسمية وتتكلم على المتنورة وتتكلم على الجرثومية، كتتكلم ولكن بواحد الطريقة تميع وطريقة تشوه، وطريقة اللي كيكون فيها واحد التضليل بحيث أن الإنسان كيبقى يضحك عليها وكيبقى يستهزأ عليها. يعني هذا هو الإنسان ملي يتفكر كيفاش كيمشي العالم ويتفكر دوك القوى الخفيه والقوى السريه وديك المسائل ديال الدجال والدجال والاوبئه والحروب وديك الملياردير الذهبي، ويتفكر بانه راه كاينه وسائل كتلعب على الادراك ديال الشعوب، وكاينه وسائل كتلعب كتخدم من اجل السيطره على العالم، منها الحروب والازمات والاوبئه ومنها بزاف ديال الحوايج. ملي تفكر هذا الشيء ما خصوش اي حاجه تعرضت عليه يثيق. علاش؟ لان راه ملي غادي يبغي يبحث راه غادي يلقى ما يغرق السوق، يلقى طوفان 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 غادي يلقاه ديال البرامج وديال الوسائل وديال المواد وديال احيانا الكتب وديال اي حاجه اللي الهدف ديالها ظاهريا بانها راه كتوري الانسان حقيقه الامور، ولكن الهدف الباطني وهو انها كدوز رسائل او لا كتميع او لا كتشوه او لا كتحرف النقاش اللي غادي. دائما كنقول للاخوان والاخوات اللي بغى يعرف حقيقة ما يجري في الكون، راه ماشي هي يقلد قدام الادوات قدام وسائل التعليم الاعلام وها السي ان ان هكذا البي بي سي، ويقرا كل شيء والاخبار كامله والتحليلات والعلماء والفقهاء والبارابول وزيد 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 باش يفهم العالم كيفاش دايز.
راه ما عمرك تفهم شي حاجه الا بقيتي انت استسلمتي لهذا الطوفان ديال المعلومات. انتم كتعرفوا بانه في عالم الاقوياء وفي عالم المسيطرين كيلجؤوا لجوج الوسائل باش ما تعرفش كيفاش هما كيخدموا وكيفاش كيغلبوا وكيفاش كيسيطروا. الوسيله الاولى هو انك يحجب عليك المعلومه وكيحجب عليك داك الشيء اللي في راسه كيحجبوا عليك، ومن هذا الشيء ومن هذا الشيء ديال ديك الخطط ديالهم المخططات الى غير ذلك والبرامج. هذه الوسيله الاولى. ملي كيعجزوا في الحجب كيلجؤوا للوسيله الثانيه. الوسيله الثانيه وهو الاغراق، كيغرق السوق بالمعلومات والمعطيات والبرامج والتحليلات والكتب وكل شيء باش كيدوخك على المعلومات، لانه ملي تشوف المعلومات والمعطيات فيضان طوفان كيطبق داك المبدا ديال المعلومه تقتل المعلومه. دابا مثلا هاد المسيطرين وكانوا تفضحوا داك بروتوكولات حكماء كذا وداك الكتب ديال حجر على رقعه الشطرنج وداك حكومه العالم الخفيه وعدد كثير ديال الوثائق اللي خرجات وتفضحات وتكتشفت، وكانت من المسائل اللي كتبين بانه هاد المسيطرين كيديروا حتى كيعياو، لكن حكمه الله كتقتضي انه مره كيتفضحوا وماشي كلشي كيغلبوا فيه. اذا هنايا ملي كانت كتسرب المعلومات لهاد المسيطرين كانوا كيلجؤوا للوسيله الثانيه وهو التمييع، وهو انه كيديروا طوفان ديال المعلومات ديال التفاصيل اللي كتكون الاغلبيه ديالها تضليليه. وحتى الطريقه ملي كنشوفوها حنا كنبقاو نقولوا مثلا غير خرافات. انا نعطيكم غير مثال، دابا مثلا كنلقاو الا بغيتي الناس، كاين الناس ملي كيشوفوا هذا العالم غادي في هذا الاتجاه كيجيهم الاحباط، وطبعا غادي يجي الاحباط. البشريه راه طبعا بقاو كيطرحوا عندها هذه الاسئله، يعني كيجي الاحباط والانسان كيتحطم الى غير ذلك، كيحاول ما امكن يعرف اش كيجري. اذا هنا ملي كيحاول الانسان انه يعرف الحقيقه ديال ما يجري، الشعوب كامله الشعوب حتى عندنا حنايا كتجي ديك المرحله ديال الفتنه، المرحله ديال اخر الزمان، المرحله ديال الدجال، المرحله هذه كتجي هذه الفكره. حتى هذه الفكره انها باش الانسان يشوف شي حاجه اللي كتساعده يعرف باننا راه حنايا في واحد العالم اللي تقريبا اوشك انه يدخل في الظلام، ملي كتجي كيلقى برامج تشوه الحقيقه. نعطيكم غير مثال، مثلا هذه الفتنه مثلا ديال الدجال، ما بين اي نبي اي رسول اي واحد الا وحذر الامه. حنايا ملي كنجيو مثلا وكنقلبوا على الصفات ولا كنقلبوا شي حاجه كنتفاجئوا بواحد الفيضان ديال المعلومات اللي كتصور لنا هاد الفتنه، كتصورها لنا واحد التصوير بدائي تضليلي طفولي سطحي كتصوروا لنا راجل عينه ممسوحه مكتوبه كافر هو خايب كيشد الناس كيدوخهم الى غير ذلك، كيخليوا هاد البرامج. علاش؟ لانها لا تعكس الحقيقه، في حين ان هاد المهمه ديال التضليل وديال الفتنه ونشر البلبله والسيطره على عباد الله بواسطه لعب الادراك، هاد المهمه خدامه على ارض الواقع، خدامه عقود وعقود وعقود وعقود، خدامه على ارض الواقع. والدليل هو كيف شرط لكم قبل، قلت لكم ان وصلنا لواحد الدرجه ان الانسان تخير ما بين الصلاح وما بين الحاجه اللي كتضره، كيختار الحاجه اللي كتضره. علاش؟ لمجرد ان الادراك ديالو مخربق هو اللي كيصور له الحاجه مزيانه والحاجه ما مزياناش. تقول له مثلا خذ هذه مزيانه وهذه ما مزيانه، غادي يمشي لك اللي ما مزياناش لانها ملفه ومغلفه، ولان الادراك ديالو تبرمج على اساس انه يمشي لهذيك اللي ما مزياناش. وحنا باقيين كنتصوروا بانه راه الفتنه او بانه العدو للانسان راه كيجي وكيقول لك ما تفعلش وما ديرش هذه، وكيفرض عليك كيقول لك هذه مضره وسر بخذها او نذبحك او نفعل لك او كذا او كذا. باقيين كنتصوروا، في حين انه الوسائل ديالو كتلعب لك على الادراك وكتخليك انت كتنطلق، انت بوحدك تعزل ما بين الخايبه وما بين المزيانه غادي تخسر هذيك اللي ما مزياناش. والدليل حنا كنشوفوا اوروبا كيفاش غدا وكيفاش الشعوب كتقتاد وكيفاش كيفاش. الخلاصه من كل ما سبق هو ان هاد البلبله وهاد الفتنة اللي كاينة حاليا ما بين الصين وتايوان راه هي الجزء الثاني من بعد الجزء الاول اللي كان وقع ما بين روسيا وما بين اوروبا، راه نفس الخط ونفس اللعبة. وبانه ما بابا وديرش الحرب، وكاين اللي غادي ينكر الحرب العالمية الثالثة غادي يقول بان راه ما غاداش تكون، لانه الحرب وسيلة باش يوصلوا لديك الاهداف والى غير وبزاف ديال الاسئلة. ولكن انا باقي كنأكد الحرب العالمية الثالثة ماشي
حتما غدا تكون على نفس المنوال ديال الحرب العالمية الأولى والثانية. الحرب العالمية الأولى والثانية دازت في السلاح إلى غير ذلك وبالأسلحة وبالتدمير في الأواخر ديالها أو لا خلالها، ولكن الحرب العالمية الثالثة أنا كنسميها هي اللي غادي يكون فيها حرب متعلقة بالإدراك ديال البشرية، وبأنه الحرب غدا تخدم فيها وسائل تكنولوجيا ومزيد من الخداع ومزيد من المكر واللعب على الإدراك ديال الشعوب. هذا هو الحرب اللي غدا تكون الحرب العالمية الثالثة. الحرب العالمية الثالثة حيدوا من بالكم بأنه غادي يكون فيه نووي أو غادي يكون فيه جرثومي أو غادي يكون علاش؟ لأنه واخا نسمعوا الدول مقيده 16 ولا 17 ولا 20 ويكونوا حتى 30 عندهم اسلحه نوويه وعندهم جرثوميه وعندهم مغناطيسيه وعندهم 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 وعندهم، ما تنساوش واحد الحقيقه وهو ان هذه الدول اللي عندها هذه الاسلحه راه لا تعني بانه يعني تعداد او تعدد الدول راه لا يعني بانه تعدد الجهات، راه يقدر يكون صانع واحد او مجموعه واحده او جروب واحد او فريق واحد او تنظيم واحد عنده الامكانيات، يقدر يكون هو مول ديك المشاريع كامله هنا وهنا 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 وهنا، لانه الاقتصاد راه ولا عالمي. ملي تسمع بانه روسيا عندها والصين عندها وكوريا الشماليه عندها وطاليان عندها وهذا عنده هذا عنده هذا عنده، راه لا يعني بان هذاك الشيء في يد الدول، فهموه، لا يعني بانه في يد الدول، راه في يد الشركات. راه اللي كيتحكم في العالم راه ماشي هما الدول، راه ماشي هو الرؤساء اللي غادي يتبع ماكرون وغادي يتبع هذا وغادي يتبع كذا والرئيس فلاني والرئيس فلاني والرئيس فلاني، لا والو، راه اللي متحكم في صناعة الأسلحة واللي متحكم في كل شيء هما شركات، هما اللي متحكمين في كل شيء، وهذوك الشركات موجودة في عدة دول، عليها ملي تقلب اللائحة ديال النووي تلقاه موجود بالعديد ديال الدول، وانت كيتوهم كيجبرك الله بأن هذاك عنده النووي كيهدد الدولة الأخرى اللي عندها حتى هي النووي، وهو النووي دهادة ودهادة ودهادة، راه كلهم في يد واحد. قلت لكم بأنه العالم راه غادي غير بالخديعة وغادي غير بالمكر وغادي غير بالتضليل. اشنو علمنا حنايا؟ حنا ما عرفناش شنو غادي يخرج ما بين روسيا وبوتين وما بين الولايات المتحده الامريكيه اللي حنا قاعدين كنتوهموا بانهم، او لا على الاقل الى حدود الساعه كنقولوا بانهم راه اعداء وما كيحملوش بعضهم وبان هذا ضد هذا وهذا يعادي هذا. حنا ما عرفناش شنو غادي يخرج التاريخ من بعد، واش لعبه واش كذا واش كذا، والدليل مثلا غير نشكوا فيما بين روسيا وكذا وكذا، والدليل انه الشرق الاوسط كان ديال الولايات المتحده الامريكيه، راه الولايات المتحده الامريكيه كتخربق في الشرق الاوسط من العشرينات ديال القرن العشرين، وهي تما والنفوذ ديالها، وهي اللي دارت ديك البلبله وطغوده ودارت الشاه وحيدت الشاه ودارت ايران وفعلات وتركت وكذا، وهي اللي دقدقت العراق ودقدقت كل شيء، ومن بعد راه دخلت قدامها ايران ودخلت قدامها روسيا، من بعد ابريف هذا الشيء ديال البلبله الاخيره هذا الشيء ديال الرابع العربي دخلت روسيا قدامها، يعني راه كاينه شي حاجه، اذا راه كاين شي تفاهم كاين شي لعب، وهذا الشيء اللي انفجر ما بين اوكرانيا وكذا وكذا راه شي حساب بيناتهم ما صفاوش، يعني راه انا كاين شي لعب كبير خدام، لعب كبير خدام في العالم. الصين كذلك راه ما نساوش راه خص يكون عندنا عقل، خص يكون عندنا عقل اننا مره خصنا نشكو، راه كاينه تسريبات بانه رؤوس الاموال وبانه شركات وكذا وكذا، وكاين اللوبيات في الصين وكاين يهود في الصين وكاين 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 في الصين. اذا مره ان الانسان يرد البال، العسكر والاسلحه وكذا 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 كلها حنا كتبان لنا بانها مشتته عند الدول، ولكن في حقيقه الامر ليست مشتته، راس المال العابر للقارات راه كيلعب، والتغييرات اللي وقعت في التاريخ راه ما كانتش بيد قادة ولا زعماء سياسيين، راه كانت في يد شركات. وقراوا التاريخ، شركة الهند الصينية وشركة الهند الهندية البريطانية وشركة كذا وشركة كذا، الشركات كانوا كينوبوا على الدول في تغيير الخرائط، نبوا على الدول في تغيير الخرائط، شركات وحددوا المصائر ديال دول شركات، لانه الشركات من الصفات ديالهم انهم عندهم المرونه وصنود كيتنقلوا من الحدود كذا 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 كذا، وظاهريا كيكونوا مستقلين على الدول. هادوك الشركات راه هما الحدود الاصليه ديال الدول الا بغينا نقولوا، وهادوك الشركات راه هما اللي مسيطرين على اي حاجه فيها عندها علاقه بالقوه، مسيطره عليها نفس الفئه.
لا في التسلح، لا في الأدوية، لا في التلفاز، الإعلام وكذا، لا في كذا ولا في كذا. يعني جاء الوقت أن الإنسان يعيد النظر ديك المسلمات اللي عنده، وهذه الدولة ضد هذه وهذه ضد هذه وهذه ضد هذه، وهذا ما كيتحملش مع هذا، وهذا الرؤساء عابرين، ولكن كاينه فئات مستمرة السلاح اللي عندها هو رؤوس الأموال، الفلوس والذهب ومسائل أخرى تتوارثها، هذوك هي اللي كتكون دائمة. وظاهريا كيبان لينا حنا هذا التعدد وهذا الخرائط وشي كينقص على شي وشي ضد شي. كنتمنى من الإخوان والأخوات يفهموا بعض الأمور اللي حاولت نلمح ليها. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.